السلام الله عليكم أحبتي، مستمرين في نفس الموضوع وهو factoring the difference of two squares، ونحن فقط نستخدم هذه الidentity لهذه الغاية. A squared minus B squared equals A minus B times A plus B. وهنا في عنا أعتقد ثمان مسائل كلها تدور حول الفاكتورينج. So how to factor or factorize this. بداية في الأشياء البديهية اللي هي بلزمني أقواس X minus و X plus. Then سنسأل what square root 4. زي ما بنعرف square root 4 equals 2. So هذا اللي راح نكتبه هون. فهذا هو الفاكتورايزيشن ل X squared minus 4. عندي أيضا W squared minus 25 X minus و X plus، وأيضا مرة أخرى square root of 25 equals 5. فرح نكتب هون 5، رح نكتب هون 5. That's it. عندي T squared minus 2 T squared minus 2. طبعا variable ما بيأثر علينا، وهذا T X W whatever it is T T minus plus. والسؤال هو ما هو square root of 2؟ طبعا احنا بنعرف ان square root 2 الراشنال، وبالتالي ما بنقدر نبسطه اكثر من ذلك، فرح نكتب هنا فقط square root of 2 square root of 2 كما ترى. عندي x squared minus y squared، هذا نطبق عليه الايدنتيتي مباشرة فيصبح بهذا الشكل x minus y، وطبيعة الحال x plus y. عندي 9 x squared minus 49، طبعا هنا الجديد انه في عندي هذا الكوفيشنت كما ترى غير الواحد. المسألة بسيطة، هنا بلزمنا 2 radicals، يعني what square root of 9 equals 3, square root of 49 equals 7. هاي الأشياء اللي راح نستخدمها حتى نعمل هذا الفاكتورايزيشن. ما راح نكتب x، وراح نكتب 3x، وراح نكتب هون ايضا 3x plus minus، يبقى عندي square root of 49 اللي هو 77. That's it. عندي 121 minus 4x squared، هنا we have to show respect للorder، طبعا ما نقدر نغيره، فراح يصير بهذا الشكل. وراح نسأل هون عن two radicals، one of them square root 121 اللي هي طبعا 11، والثاني هو square root of 4 وهي 2. طبعا راح نبدأ بهذا الشكل 11 11، then plus minus 2x و 2x. عندنا في المسألة الأخيرة في هاي المجموعة x squared plus 25، وهذا يا أصدقاء عليك أن تتذكره، عليك أن تتذكره يا رعاك الله، هذا بسموه برايم كوادراتيك، هناك من يسميه برايم، هناك من يسميه نن، فاكتورابل، وهناك من يسميه إرديوسابل. سمي كما شئت. إذن علينا أن نتذكر أنه x squared plus positive number هذا ما في له factorization over the set of real numbers، وهو يختلف عن ما يكون x squared minus 25. x squared plus 25 الأمثلة طبعا عديدة، زي x squared plus 1 x squared plus 4 so on and so forth. كل هذول بنسميهم إما بنسميهم prime, non-factorable, irreducible, the way you like. طيب المجموعة الثانية المسألة هي to solve by factoring، وليس باستخدام أي method على الإطلاق، فقط factoring. رح نبدأ نعمل factor لـ right لـ left hand sorry. وعندي 9x squared، كلنا نعرف بأنه 9 square root of 9 هو 3 3، then x squared x
x then plus minus square root 1 الآن هو كما تعرف 1 1. وهذا طبعا يفتح عندي احتمالين, وأن يكون 3x plus 1 equals 0 بالحالة هاي نقدر to shift 1 to the other side, then it will be 3x equals minus 1, then we can divide by 3, we can divide by 3, then x equals minus 1/3. ممكن يعني في طلاب بيعملوها بطريقة أسرع, أنه يعني mentally you can shift 1 and divide by 3, يعني it's up to you. أو عندي هون 3x minus 1 equals 0, same wise shift 1, 3x equals 1, divide by 3, divide by 3, x equals 1/3. يعني بإمكانك أن تختصر هذا مباشرة, أنه زي ما حكيت يعني هذه الخطوات أنا شايفهم unnecessary, لكن عشان بس يكون في توضيح لمستويات مختلفة من الطلاب, بإمكانك مباشرة تكتب أنه x equals, أنه تغير الإشارة هون من minus إلى plus, ثم to divide by x coefficient directly, ما في مشكلة. إذن في النهاية يوجد عندي حلين لهذه quadratic equation, x equals minus 1/3, 1/3. أيضا في عندي مسألة أخرى, أيضا we will solve by factoring. وحكيت في فيديو سابق بأنه إذا أنت بتحب يكون الفاريبل في البداية, يعني ما بتحب الإكس تكون هون, هلا والسؤال مش فاكتور إيكوال زيرو, يو كان فليبت ما في مشكلة. سو ريفيرس ذا إكويجن, 25 إكس ماينس 4 إيكوال زيرو, هذا يساوي أنك تضرب كل هذه الإكويجن بماينس 1, ما في مشكلة. حتى لو ما أبديت هاي الخطوة وضحتها في خطوات الحل ما في مشكلة, أيضا بإمكانك تقلب ما دام إيكوال زيرو إتس فاين. So then في square هون, we will factor this 25, it will be 5 5, then x x, then minus 2 plus 2 له square root of 4. ثم زي ما حكيت بإمكانك أنك تختصر إذا حبيت الحل, أنك تتخيل أنه if you shift this to the other side it will be plus, then you can divide directly by 5. So it will be like this, x equals 2 over 5, same wise بالنسبة لهذا الجزء, بإمكانك أنه تتغير إشارة 2, it will be and divide by 5, then x it will be minus 2 over 5, وبالنتيجة 2 solutions, x equals 2/5 و minus 2/5. عندنا هون 3m squared minus 3, we will solve by factoring as well. So the 4 will be 2 2, because square root 4 is 2, then m and m, then plus and minus. وكما نعرف بأنه radical 3 irrational, we cannot reduce it to something smaller, so رح تبقى عندي radical 3, ورح تبقى عندي هون radical 3 كما هي, لأنه 3 non-perfect square. ولما بتكون equal 0, في عنا 2 options, أنه 2m plus radical 3 equals 0, then you can shift this, then 2m equals minus radical 3, then you can divide by 2, divide by 2, then m equals minus radical 3 over 2, or 2m plus radical 3 equals 0, which means 2m equals sorry, this is minus, it will be radical 3, then you can divide by 2, divide by 2, then m will be radical 3 over 2. بالنتيجة m equals minus radical 3 over 2
و راديكال 3 اوفر 2. وشكرا لكم.